اهلا بكم يا مهند بن حمود على سيارات. اليوم وصلتنا سياره ممتازه من فئه جديده من نسخه اصدار بي اتش اديشن بن حمود على سيارات. يلا نشوفها من قريب. سيارتنا الجديده اليوم هي ال تي الكابينه الواحده باللون احمر البراق الرائع. زي ما انتم شايفين الاضافات اللي نزلت عليها هو الكروم زياده على الشبك الامامي، شعار الاسود الامامي والخلفي هنشوفها معاكم كمان من الخلف. قربوا لنا شويه عشان نقدر نشوف ايه اللي تم عليها كمان. الرنجات عندنا بيكون قياسها 18 اللون الاسود اللامع، الكاليبرز او البريك بادز باللون الاحمر، قياس التاير عشان ناس كتير بيهمها الموضوع ده بيكون 265 على 65 على 18 نوع جود يير. الاضافه كمان عندنا هنا مهمه جدا المرايات عليها النقاط العاميه ولونها بالاسود اللامع، ستيكر على الباب الجانبي، الدواسه الكروم مع اللون الاسود. الكفر زي ما احنا قلنا هو حمايه لجسم السياره من اي اصطدام او اي خدوش. طبعا احنا بنرفع الكفر الباب الخلفي زي ما انتم شايفين بصباع واحد فقط. عندنا الجناح الرياضي شكله رياضي جدا. حاجه مهمه جدا عندنا هنا كمان في الشكل الخارجي ان ال تي عاده بتنزل بدول اكزوست اكزوزين من الخلف بيكونوا كروم. هنا زي ما انتم شايفين في البي اتش اديشن النسخه الخاصه بينا احنا فقط هي عليها المات بلاك اكزوست. زي ما انتم شايفين شكلها متناسق جدا مع الالوان الاحمر مع الاسود بالذات. وفي حاجه تانية كمان في نسخه البي اتش اديشن بتنزل عندنا هنا السياره بينزل معاها انتنا طويل، احنا طبعا مبدلينه بالشورت انتنا ودي شباب كتير بيحبوا شكله عشان شكله رياضي اكتر بكتير. في عندنا تذكيره للحوض زي ما انتم شايفين طبعا بيكون عامل جدا وبيمنع الصوت. من الخلف كمان خلينا نشوف كمان ايه اللي موجود عليها. سبويلر الخلفي زي ما انتم شايفين، كاميرتين الخلفيتين عشان الهوك وعشان الريفرس. كلمة الشيفروليه باللون الاسود متناسق معاها طبعا. الشعار المهم جدا عندنا على النسخة الخاصة الاصدار الخاص بينا احنا فقط بن حمود على السيارات بي اتش اديشن. نلقي نظرة عليها من الداخل عشان عليها اضافات مهمة جدا. يلا بينا تعالوا ورايا. زي ما انتم شايفين الكراسي بقى عليها الجلد من نوع الاولي ليذر اللون البني مع الخيط الابيض او الخيط الرصاصي. السياره اللي معانا حاليا هي ال تي اللي بالسيت الطويل، نقدر نستخدمها كسيت طويل او سده زي ما انتم شايفين، يعني معانا راكب زياده واحنا قاعدين مرتاحين كلنا. الماكينه عندنا هنا 5.3 V8 355 حصان 6 سرعات اوتوماتيك. في عندنا تشغيل عن بعد، الحساسات الاماميه والخلفيه، نقاط عاميه على المرايات، الهاند بريك اوتوماتيك، دول اكزوست من الخلف، السيت الطويل زي ما انتم شفتوا. طبعا السياره بتشتغل على 4 او 8 سلندر حسب الار بي ام بدون تدخل من السايق عشان يدينا استهلاك بترول اقل. سعه التانك هنا عندنا 98 لتر واللتر الواحد بيمشيك في حدود ال 10 كيلو، وده شيء طبعا ممتاز على سياره بالوزن ده والحجم ده. طبعا نقدر نوديها لبر عادي جدا، السياره فيها الفور ويل كامل وفي انتظار اتصالاتكم عشان تشرفونا وتجربوها. اهلا بكم.